بدعوة كريمة من سفارة العراق للمشاركة في هذا المعرض الفني الراقي للفنان العراقي الموسوي، وأيضا بتكريم من وزارة الثقافة المغربية التي فتحت هذه القاعة لهذا المعرض. نحن شاهدنا هذه الصور التي تعبر حقيقة بفن راقي عن أحوال الأمة، عن أحوال العراق، تقرأ مية هموم العراق وأين وصلت، وهموم الأمة وأين وصلت. وأنا شاهدت إحدى اللوحات كيف يعبر فيها عن الركام الذي تحولت له قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي، صورة معبرة عن حجم الدمار الهائل الذي حدث والتطهير العرقي من الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وأيضا صور أخرى تعبر عن الصراخ وطلب النجدة ولكن لا مغيث ولا مستجيب، وفي صور حالمة عن حياة الإنسان وأفكار الإنسان. بصراحة معرض فني راقي، نوجه الشكر لهذا الفنان ونوجه الشكر لسفارة العراق لوزارة الثقافة المغربية على هذه المناسبة. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.